اولا عن طريق امر بي اي اي علشان نضيف الاتريبيوت للبلوكات علشان يشتغل عليها برنامج، سواء بلوكات الديزاين او اي بلوك عندي. فبضغط امر بي اي اي انتر، اختار البلوك، ثم اختار البوينت السنتر، سنتر بوينت اوف بلوك، ثم اختار السنتر للبلوك او البوينت اللي انا عايز احط منها الاتريبيوتس وهكذا. هيظهر لي ويندو فيها اهم اتريبيوت وهكتب القيم قدامهم. فالتايب بتاع البلوك سواء ده كشاف او سوكت، فبكتب اسمه. فانا هنا مثلا هفترض ان اسمه F100 او F120. هنا البي تايب، هنا البي تايب بيعبر كل رقم، كل حرف بيعبر عن حاجة معينة. ف L مثلا لايتنج، ال دبليو الول لايتنج، اس سوكيت، اس سي السيلينج سوكيت وهكذا. فهكتب هنا L علشان اعبر عن اللايتنج. هنا اللود فولت امبير اكتب 50 او 100 حسب ما انا احدد. هنا الديسكريبشن بكتب الديسكريبشن عشان يظهر معايا في الليجند، وممكن ما اكتبش حاجة. وفي النهاية بضغط انسرت. هتلاحظ ان هو دخل جوه البلوك، عمل انسرت للبلوك للاتريبيوت، وعدل كل القيم اللي احنا عملناها، وفي الاخر عمل سينكرونايز. وبالتالي اقدر اشتغل بالبلوك ده عادي جدا جوه برنامج عن طريق برنامج ريفكاد. ثانيا الطريقة المانوال.